مرحبا. السلام عليكم. كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. احبكم. ربي يسعدكم جماعه. اول شيء صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، محمد وعلى اله وسلم. يا جماعه اليوم الفيديو راح يكون تحدي بيني وبين اخوي محمد كالشكل التالي، وبجوز ندخل فيه كمان ابن عمي، ما بنعرف. ابن عمي هلا حاليا مسك الكاميرا. اخوي محمد ما بعرف ايش عم يسوي، قلت له خبي الجاتوي، فهو ما بعرف يمكن عم خبيه هو طول هلا مخبيه. المهم اليوم تحدي بيني وبين اخوي محمد. اخوي محمد راح يجيب لي شغلات اكلهم بلقمه واحده، او راح يجيب لي شغلات اكلهم بدقيقه، يعني يا باكل الشغله بدقيقه او بلقمه واحده يا بدفع 50. نعم. اذا كانت ضخمه علي بدفع 50، لاني اذا حاولت اكله وما اتاكلت معي فرح ادفع 100، واذا اكلتها رح اربح 200. التسلسل هيك ما بعرف. فهمت ما انا والله عمود ايش عم تساوي؟ والله العظيم اذا حط نسينك بالجاتوي ما بدك. والله لا ما ايه ما حد لحو سقع. لا بس اكل عضه اشتهى عضه صغيره. شوف مزوره. يلا عادي فكرت بلحوس لاني بعرفه بلحوس الشغله وبيعطيك. المهم يا جماعه ربي يسعدكم، راح يكون التحدي بيني وبين اخوي محمد. اول شغله هو جاب لي جاتوي. اوكي. والله شوف. اوكي. المهم يا جماعه لقمه واحده استعيق مش البيت اللي تعمل. الله هيك صارت فضيحة، بتعرفوا شلون؟ قدام العالم كله، خلص جينا المكان مكشوف. يا عادي روح وشوف كويس. لقمة واحدة. ما لك علاقة، المهم انه تدخل كلها لكلها. كلها ايه. وسع والله. وسع. طيب لا. لا. محرمة؟ يا رب اكلها والله. روحنا سيك انتقل للتحدي الثاني. انا جبته هذا خالص خالص. شو قد يعطيك هلا قلت لي؟ 200. قصه ربي يسعدكم يا جماعه. هذا بده صوره. اخوي محمد خلاني اسوي التحدي الاول بالشارع، انا جبته على المول. حمودي ايه لقمه واحده بدك تدفع 50. صورني اول. ايش بدي اصورك ركرو؟ بدك تدفع 50 سهل على لو ما وحده. اوكي سالي يلا بس فكر انه صعب. شوف غيرت رايك شيء؟ غيرت رايك شيء؟ يلا روح وحده. ها يلا يلا اقسم بالله نحن بالمول ترى. يلا امشي امشي ورجين شلون تاكل هلا على الطريق ديرو. يلا الواقع لتور لتور حرام. يلا ربح 200. 200 تبعيدي راح اعطيه اياها. تاتا لا ايه ايه هاي شو سينما هاي ولا وين؟ سينما معناتها قدام الطلع. يلا مودي عليك عليك تطلع منظره كثير على فكره منظره مودي منظرك مسخره مسخره نظامي حمودي ما بصير تطالع على فكره اذا ما طلعت بهدلت حالك كل البدل الفاضي. عليك عليك خسر طبعا يا جماعه سوا شيء كثير مقرف قدام العالم ولحد الان منظره يا عيب الشوم عليك بس سيك ابو الريم ما دقيقه دقيقه كامله تخلصهم. طبعا يا جماعه لا تدقوا على الكركبه ولا هذا لاني كنا عم نلم البيت وهي اكبر دليل انه عم نلم البيت تمام مشان امي انا ما مشانهم انا امي اذا شافت الفيديو لا حموت تعرف يلا دقيقه واحده بس بلشت اللي بلشت يا ادفع 50 يا اما ادفع 200 ما عنده خيار انه ياخذ 100 ما خرج
وشو؟ كمان لا بدي أخسر الله هيك أنا جد هيك ربحان 100 لحد الآن. إيه. يدفع 50 يا. يا تدفع 200 واحدة منك 100 100 أنت ليش مغني 200 إذا خسرت بتحسن 100 إذا خسرت 200 إذا خسرت 100 إذا ربحت لا إيه. غلي على فكرة يلا دي إيشو 100 100 وهيك أوكي عيّر بسم الله الرحمن الرحيم يلا واحد يلا بس أنت بلش بتبلش تمام 3 2 1 أكشن يلا نشوف ليه ربحك أول أمتين بعرف ما كفت ايش بعرفه انا بعرفه ايش عرفت لي انت هيك قولوا لي الفاتي اخ بسم الله عضت هي عضه ما هي عضه بني ادمين قول قول اتحداك ما توجع بطنك عن الفيديو وانا اتحداك انه راح يقدر يكملها بدقيقه اتحداك هيك هيك راح يخلص الوقت عادي يعني ما بقيله ثانيتين 10 ثواني 6 7 دي واحد ستوب انت يا بعرف بعطيك شيء بس شو ضل منها ضل منها هيدي دقيقة لحالها فكرة هيدي دقيقة لحالها يا لا مبدأ المهم اكسب رح السندويشة شو قد 100 مو 100 ل 200 انت لغ 200 انا من البداية اوكي يلا 100 والله مو ما بتعرف صرت ابلع بدون معالك ودرسي وحياة الله درسي قبل ما عليك ابلع ربي يسكر يا جماعة ربي وحده شراب لشعير طبعا انا بكره طعمته ما بعرف اقول ليش ربي يسكر يا جماعة غبة واحدة هالمرة مو لقمة واحدة غبة واحدة شراب لشعير أنا بكره طعمته بس هذا بالأناناس جبت له إياه عشان يتقبل شوي جاهز؟ جاهز بدك تدفع 50 عمودي بس طالعته قولا واحدا بتدفع 100 بس بتم شكل صغير أنا ماني مستحيل تعال بس بدك غبة واحدة؟ إيه تعال طبعا الحجم الكبير مو صغير هاي حجم الكبير مو صغير اي والله مبينه يعني مبينه ايدنا اكيد ايدنا ما هي صغيره يلا مبينه كبيره انا كبير غازاتها نار والله هاي هاد الشراب اول شيء غازاتها يا جماعه بتطلع منه شوي بس حتى بالكراج ده عالم كله عم تطلع علينا ليش ما بعرف لأن المنظر السوا مو منظر بني ادم هذا لا خلص يا جماعه يروح ربح الله الله خسر ربح ربح معك 30 ثانيه لا توخذونا يا جماعه كنا بالليل ثلاثين ثانية بعد ما تطلع لا بعد ما تطلع أنا ما طلعت ليه لأني ما بدي أتعذب لأني بدي أنفخ ليك ما طلعت ليه طلع دي ينفخ الله شو تبو مش في لا بتطلع رمتي بالك إيدك حتى رامي غلط رامي غلط أيوة طلعت ما بتطلع خلص طالع بالسكين أيوة والله 30 ثانية يلا بلشت؟ قليل 30 ثانية والله 30 ثانية قليل كتير هذا المغزى هذا اللي عندنا 1 2 3 بلش كلك كلك يا أمي هلا بقول إنه أنت خسرته يا أدفع 50 يا أدفع 100 200 ل 100 100 لازم ما يضل شيء ابدا طول بس تاكله ضل قلت 3 ثواني والله والله ضل 3 ثواني خلصها اعطيني مي مثل سيك ضل بتمي شيء بسيط اخسر من شانه كمان لا 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 ربع مبروك الله يبارك بعمرك حمودي لقمه واحده
شو؟ لقمة واحدة. وانت معنا جاوري يسووني؟ ايه هاي لقمة. سنة 50 خلاص. تدفع عني؟ لا. تدفع عني عادي. مو مشان 50 مشان ياكل عشان يصير حماس. لقمة واحدة؟ ولا عادي انت بتدفع 50. اعطيني 50. لقمة واحدة؟ يلا ايه. يلا والله صعبة. جرب. على فكرة والله الجاتو اللي أكلته أنا تحت تقريبا بتطلع. يلا بسم الله رحمة. وأكبر الله. مو؟ أكلت أنا أكبر. محمودية. تأكل. أكلت أنا أكبر. بسم الله. خلاص مش حاول. مش هبسوي. اكل اكل لقمه حبان كراي بلا ما بستنى انت بتطلع من انت من عندي اكل بس خلص دفع وشان دي دفع مية ما اخترع هيك شو هتخسران هو ولا خسران بركة ربحان 200 حسنا نحن عمال تجي نحسبه ربحان 200 وعيطيني لقلي 200 200 400 ترى ده تدفع ها لا تفكر يعني هلا في مبالغ عليه بس هاي ما بتتاكل بتعرف ليش؟ اني ناشفه طلي طلي بتتاكل بتتاكل لا لا كلها اللقمة واحدة هاي؟ خذ 200 ليرة اه؟ ايه 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 خلص تروك انت ايدك تعال شو؟ تعال ما بتبلع المشكلة. ما كده. خسر 200 كمان. صار بدك روح على البنك. أنا والله كده. ما والله صعبة. ليش في عبكة هاي بشي؟ مو احمر انا نتت باللقمة ايه باش قد حسبوني ايش قد بتكون مني بسيح بدك روح على البنك والله هذا كتش الجيبي يا جماعة تمام انا رضيت فيه وقبل فيه الاولين تمام ها خلص استدي عد والله ما بعرف شو قدني والله ما عديته خلص الحمد لله رب العالمين والله والله وين كنت صح لي هيك شغل ليش طول انا اقسم بالله يومية يعني هاي اليومية لقلي منيحة أنا بالنسبة لي بس مصروفي رد يصير عليه ما تخاف على بدبره المهم يا جماعة ربي يسعدكم مرة سحبيت الفيديو سحبيت الفيديو حطوا اشتركوا القناة استنونا فيديو جديد كان معكم محمد مصري شيخ شباب ومعكم رامي مسلم انت محزون على الكركبه زي انا دايما هيك بيعمل شوف مش نهايته يلا 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 نبدا الفيديو ماشي المهم يا جماعه ربي يسعدكم لو انكم وصلنا الفيديو سحبتوا الفيديو مثل ما قلت لكم حطوا لايك اشتركوا قناه استنونا فيديو جديد كان معكم محمد مصري شيخ شباب ورامي وابن عمي من ورا الكاميرا بشوفكم فيديو جديد و السلام عليكم.